دعاء اليوم الخامس عشر من شهر رمضان، عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا به قضى الله له 80 حاجة من حوائج الدنيا، وعشرين من حوائج الآخرة، ورفع له في جنة الفردوس 1000 مدينة في جوار النبيين من نور يتلألأ، في كل مدينة 1000 غرفة، في كل غرفة 1000 حجرة، في كل حجرة ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين. اللهم ارزقني فيه طاعة العابدين، واشرح فيه صدري بإنابة المخبتين، بأمانك يا أمان الخائفين.